تري معناتها مش انا باش نقدمه للشعب التونسي نجم كبير في الكوره سي كلكان معناتها سي تنو. وحنا بطبيعه الحال احنا من قبل هذيا عاده فاسده عندنا سوء معامله للنجوميه ساعة قبل كل شيء والى حد هذا تاريخ راه لا احزاب ولا حتى ما يغزرناش داير توا النجوم هما جماعه السياسه حتى ما نستغربش نهار سي سفيان يولي لحن مثلا حبي يولي نجم هاو يلحن هو ديجا يلحن يلحن مازال كان الغناء حاصيلو بون حتى ما ثماش احترام للنجوميه وانا نحط روحي في بقعته حتى لحظه حاجه مؤلمه وحزينه ياسر اما انت بروتيز علاش جبت لك انا على هيئه الحقيقه والكرامه خاطر ثم ناس ظلموا لا لا ما عنديش ما عنديش ما عنديش حتى الدور عايز خويا عايز خويا قبل ما تكلم حاضر لا فما اللي قدم لا 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 ما عنديش ما قبل البساطه اني ما مشيتش اني ماني سارق باش نمشي لحد هيئه الحقيقه والكرامه ماني سارق مشي وكان سرق اتونسيون لا تمشي اني ماني سارق باش نمشي اني نحكي على روحي اني نحكي على روحي اني ماني سارق باش اني نمشي للمحكمه فما محكمه ولا فما قضاة عندنا ثقه فيهم هما عندهم دوسييتهم يثبتوا واضح ما عنديش علاش باش تمشي حاجه عملت قضيه كمان انت يا اخي القضيه هذه قال لك مش مقبوله هذه باهي واضح واضح خلينا نشوف